يا دولا في ايه؟ قال له هو الدبدوب ده مطلع قلبه كده ليه لبره؟ عنده القلب يا سيدي عيان، هي ناقصاك انت كمان. ايه بس يا دولا، ايه اللي مضايقك؟ احكي لي انت، لو ما اشتكيتش لابن عمك حبيبك يعني هتشتكي لمين؟ اولا انا ما احبش حاجه تحصل في البيت ما كنش فاهمها. على فكره بقى يا دولا، انت الحته دي بقى بالذات وارثها من انا. سيبك منك خالص. ثانيا دي سمعه بيت، يعني ممكن الكلام يتنطور كده ولا كده ويبقى شكلنا وحش قوي في المنطقه. ايه دولا، الحمد لله ما فيش نطورت اي كلام، لكن لو انت عايز الكلام يتنطور يعني ربع ساعه، ربع ساعة وهخلي سمعتكم على كل لسان. بس يلا، كل لسان ايه؟ دلوقتي أنا عايز أعرف مين اللي بعت الدبدوب ده؟ تاني حاجة عايز أعرفها، يا ترى اللي اتبعت لها الدبدوب هي عارفة اللي بعته ولا لأ؟ تالت حاجة، هل اللي بعت الدبدوب ده اختار الميعاد ده قاصد ولا لأ؟ رابع حاجة، لماذا اختار هذا الاسلوب في التعبير عن مشاعره؟ التي هي من الواضح انها متشعللة في اتجاه واحدة عندكم في المنزل. يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال، ايه الحلاوة دي يا لأ؟ ابن عمك مشرفك. تعال اقعد يا تعال اقعد، والله ممكن تفيدني وانت مش قاصد يخرب بيتك. هقول لك الاولى، الموضوع ده ملهوش الا حل واحد. اوعى تقول لي نقرر الدبدوب، انا عارف دماغك يا لأ. الدبدوب ايه بس اللي نقرره يا دولة؟ الدبدوب ده لعبة. صح، انا اسف، انا غبي. بص يا دولة، هو حل واحد من ثلاث حلول. اذا انت هتقول لي ثلاث حلول؟ لا يا اخي، هو حل واحد بس جواه يعني ثلاث حلول. ايه الحل ابو ثلاثة ده؟ انا عمري ما سمعت عن حل ابو ثلاثة. اتفضل قول. اسمع مني، لما بيبقى فيه مثلا واحد بيبقى مسروق منه فلوس في محل مثلا، وبيبقى شاكك في واحد معين، بيعمل ايه؟ بيقوم حاطط له فلوس كده قدامه ويشوف يا هل يعني هياخدهم ولا لا. يا هل هياخدهم ولا لا؟ بس اكيد مش هياخدهم، دي فكره قديمه قوي يا رمزي، مفيش حرامي غبي بالشكل ده. عندك مثلا انا لما خنصرت منك 150 جنيه، وكنت هتتجنن يا عيني علشان تعرف مني اللي واخدهم، بس كنت شاكك فيا، قمت انت جاي تاني يوم وحطيت لي 20 جنيه، قال ايه؟ علشان اخدهم ولا لا يعني. ايوه فاكر، وانا ما خدتهمش. ايوه طبعا، لانك انت كنت هارش ان انا عامل فيك الحركه دي. لا، لاني كنت لسه ما صرفتش ال 150 جنيه بتوع امبارح. يا زكي. ايوه دول، فاكر طبعا. طب انت عايز نعمل ايه يعني؟ احط للدبدوب 20 جنيه ونشوف هيسرقهم ولا لا؟ 20 جنيه بس اللي يتحطوا للدبدوب؟ الدبدوب ده لعبه. غبي تاني، انا برضه غبي تاني. افهمني عادي، ما هسامحك. افهمني انت يا سيدي، تحط الدبدوب ده قدامهم وتشوف يا هل يعني مين فيهم هتاخده. يا هل مين فيهم هتاخده؟ تصدق فكره يالا، ومكافأة ليك مخصوم منك ال 150 جنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي عادل، عرفت الدبدوب يبقى ابن مين؟ لا، عرفت الدبدوب مبعوت لمين. مين 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 مين؟ الدبدوب ده مبعوت لوحدة موجودة هنا في البيت. على فكرة يا عادل، انت ما تعرفش حاجة، انت ابني وانا عارفاك كذاب زفة. لا يا ماما، المرة دي انا عارف كل حاجة. الجواب اللي جه مع الدبدوب بيقول إن اللي بعته أول حاجة لواحدة ست هنا، تاني حاجة اللي بعت الجواب ده واحد راجل، تالت حاجة ودي الأهم، عايز أعرف الجواب ده والدبدوب مبعوتين لمين، ومين هو الراجل اللي بعته. متزعليش مني يا مجيدة يا أختي، الدبدوب ده جاي لبنتك نجلاء. يا سلام، وايه اللي ياكد لك بقى كده ان شاء الله؟ دي حاجه واضحه زي الشمس بدون تعليق. عشان هي مراهقه وبعدين بتتفرج على فيديو كليب وما راحتش المدرسه النهارده عشان تستنى الدبدوب، وما فيش داعي بقى فتة اكتر من كده. انا ما روحتش المدرسه النهارده عشان انا تعبانه، وبعدين فيها ايه يعني لما اتفرج على الفيديو كليب؟
مثلا هي كمان بتقعد تتفرج معايا. بصي بقى، شور 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 ان الدبدوب ده جاي للست سناء. كل شيء جايز. ليه لا، انا ليا معجبين كتير، بس المعجب بيا هيجي لي من الباب مش هيبعت لي دباديب. وبما اني مدرسه فاضله فانا بعكس شكل الاخلاق والرزينه والفضيله والاخلاق الرفيعه، وانا شايفه ان اللي بعت الجواب ده حاجه من الاثنين، يا اما مراهق يا اما بيعاني من مراهقه متاخره، وبعته لوحده حاجه من الاثنين، يا اما مراهقه يا اما بتعاني من حاله مراهقه متاخره. ها انا مش بتكلم بتعاني. خلاص انا اسف، قلت لك سيبني اكمل كلامي يا اخي، مش عارفه اعبر عن رايي. اتفضلي. ولو بصينا للجواب ده بما اننا درس علم نفس، هنلاقي ما بين السطور نفهم من فحواه ان هو مبعوت لوحده في سن الياس. طب وليه ما يكونش حد طالع ونسيه، او حد نازل ونسيه، او حد كان واقف على الباب او معدي ونسيه، او حد نسيه علشان نسيه عادي يعني، او ممكن يكون حد تاني نسيه غير الحد اللي انت قلت عليه نسيه فنسيه يعني. طيب عموما بكره كل شيء هيبان. يلا يا راني. انا عايز اعرف كل حاجه دلوقتي بقى. على فكره بقى عادل، بقى انت بصراحه يعني بتبالغ قوي، يعني بتبالغ قوي. انا ما ببالغش، انا لازم اعرف الدبدوب ده مبعوت لمين في البيت ده عشان انا مش طرطور. ما هو ممكن يعني عادي، يعني ممكن يكون جه بالصدفه. الصدفه ازاي؟ هو بني ادم ده لعبه يا هانم. طيب ممكن يكونوا بيوزعوه هدايا بمناسبة عيد الحب. مين هم اللي بيوزعوه؟ الناس اللي بتوزع. مين هم الناس اللي بتوزع؟ الناس اللي بتشتغل موزعين يا عادل. اللي هم مين؟ هم الصينيين. قصدك مين يعني؟ السفارة الصينية؟ ممكن يكونوا بيوزعوا دعايه لمنتجاتهم. يا سلام، هم الصينيين محتاجين دعايه؟ مش محتاجين اي دعايه. عموما انا هحط الدبدوب ده في الصاله واشوف اللي هتاخده تبقى هي اللي مشاركه في الجريمه. ايه ده؟ يا ماما طردتك بره الاوضه. الدبدوب ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ هو فقس؟ لا دي مامت الدبدوب، جت عشان تسال عليه. جت تسال عليه؟ قلب الام بقى، وجت بنفس الطريقه برضو. هي كمان رنت الجرس، اما فتحت الباب لقيتها واقفه. لقيتيها واقفه وجايه بنفسها يعني. انت ما تعرفش. ما اعرفش ايه؟ ايه؟ اصل اللعب لما احنا بننام هي بتقعد تتحرك وتمشي
بتاكل وتشرب وتلعب مستيكه وتلعب استغمايه مع عندها بدي بالتانيه وتروح تزور جيرانها ومش عارفه إيه. انت بتسرحي بيا جرقاس يا عمي بس. وبعد كده بعد ايه لما احنا بنصحى هي بتقف ثابته كده. لا معقوله يعني؟ معقوله يا ياسمين اللعبه هتقعد تتحرك ولما نبص لها تفضل ثابته والبلد كلها عارفه وانا الوحيد اللي مش عارف؟ اسرحي بيا يلا بيا. يا سلام. يلا ياسمين اوعى كده. يلا انا خلاص كل خيوط الجريمة بقت في ايدي. الجواب التاني اللي جه ده وضح لي حاجات كتيرة جدا ما كانتش باينة في الجواب الاولاني، وعرفت مين هو اللي جاي له الدبدوب التاني. مين يا عادل؟ نفس اللي جاي له الدبدوب الاولاني. وعرفت كمان مين اللي بعته. يوه مين يا عادل؟ نفس اللي بعت الدبدوب الاولاني. ايه المعلومات الفظيعة الجديدة اللي انت اضفتها دي يا عادل؟ ما كل ده معروف يا ابني. ما هو معروف عشان انا اللي قلته دلوقتي حالا قدامكم، لكن انتوا لو ما كنتش قلتلكوا ما كنتوش هتعرفوا. طب ما تقرا لنا بقى الجواب علشان نعرف مين بدل الالغاز اللي انت عمال تقولها. حاضر، جواب هيتقري هيتقري. حبيبي يا صغير يا وحشني يا صغير. طبعا عرفنا هنستثني مين. يا خسارة يا دي الحظ، ناس ما عندهاش نظر. حبيبي يا ابو عيون عسلية. خسارة عمية زرقة دي هحاسبك عليها بعدين اصبري. حبيبي يا ابو عيون عسلية كلك رقة وطيبة وحنية. فلت الجبان. ما تزوق يوم وتطل عليا حبيبي يا ابو عيون عسلية. انا كنت متأكدة ان الدباديب دي بتيجي ليا انا، بس بصراحة انا معرفش مين اللي بيبعتها لان ذوقه زبالة، وانا بصراحة ما بعرفش ناس زبالة. بس 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 نجلاء يا حبيبتي، احنا طبعا عارفين ان احنا عيلة واحدة واحنا اسرة واحدة، ولازم تفتحي لي قلبك لا اما هفتح لك دماغي. والله العظيم ما اعرفه. انا مش مصدقك يا نجلاء. الله، ويعني هي هتكذب ليه؟ البنت ما بتكذبش لانها طلعاني، وما بتكذبش ابدا. على فكره بقى الدباديب دي بتيجي لياسمين لان انا شفت الواد حماده كان عمال بيحوم حوالين البيت من يومين. بس 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 ياسمين يا حبيبتي، انا عايزك تفتحي لي قلبك وتقولي لي ايه اللي حصل بالظبط. الواد حمادة كلمني من يومين وقال لي ان هو في شرم. يا كذابة. انا بقى عارفة مين اللي بيجي له الدباديب دي. مين يا ياسمين؟ نجلاء. وانت عرفت منين؟ عشان بتفتري عليا دلوقتي. بس بقى يا عادل، بيجي لها الدباديب من حد ما تعرفوش، كبر بقى. انا اللي هفتح، انا اللي هفتح. دول عايزين لهم اوضه لوحديهم. استنوا استنوا، الخيوط بتاعت الجريمه ابتدت تكتمل يا جماعه. تاني مع الدبدوب. ها اللي بتبعت له الدباديب دي هيعترف على نفسه ولا اقرا الجواب ولا ايه؟ يا عم ما تقرا الجواب وتخلصنا في ليلتك دي يا عادل. ماشي انا هقرا الجواب، مع اني كنت مدي فرصه للي بيجي له الدباديب. انا ببعت لك النهارده عشان اقول لك كل سنه وانت طيب، عشان تعرف ان انا ما نسيتش عيد ميلادك. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي وماضي البجح كمان. النهارده بقى عيد ميلاد مين؟ مبروك يا بابا، عيد ميلادك النهارده مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. ها هتقولوا عيد ميلاد مين ولا اعرف انا بنفسي؟ ما هي قالت لك بنتك كل سنه وانت طيب ومبروك. ايه ده قصدكوا ايه؟ قصدكوا ان الدباديب دي كلها كانت بتيجي عشان انا؟ يلا يا جماعه بقى نسيبهم مع بعض في لحظه هدوء وحب وسعاده. دبور وزن على خراب عشق. باي باي بقى يا عدوله، سهره سعيده. ربنا معاك يا رب. الليله مطينه بطين. رنا
رانيا حبيبتي اكيد في حاجه غلط، الخيوط بتاعت الجريمه كلها اتلخبطت في بعض. عادل يا حبيبي، انت الوحيد اللي عيد ميلادك كان النهارده، يبقى انت اللي كانت بتجيلك الدباديب وانت اللي كانت بتجيلك الجوابات يا ابو عيون عسليه. صحيح، ايه حكايه يا خساره عينيا زرقاء دي؟ ها ما تغيرش الموضوع، مين اللي بيبعت لك الجوابات؟ والله بجد ما اعرف يا رانيا، والله ما اعرف. طب وريني الجواب. ايه ده؟ هو مكتوب اهو، من فيرجينيا البرازيل، ملحوظة، مرسل مع الجواب صورة ليا عشان ما تنسانيش. يا سلام، مين بقى الست فيرجينيا البرازيل دي يا عادل؟ ايوه افتكرت، دي ست كبيرة عندها بتاع 70 سنة، يعني جت مصر كده من 10 سنين وعملت لها سفاري هي ومجموعة من اصدقائها، فست بتشكرني يعني مش اكتر يعني. هبل، اصل انا عايزة اصدق الكلام لهبل ده بجد، اكيد في خيط غلط دخل في وسط الخيط. لا استنى استنى استنى، بتعمل ايه هنا؟ انا بتاع التليفونات على فكره. دول بتاع التليفونات على فكره يا دوله، ده ايه الغباء اللي ملوش نهايه ده؟ معلش يا دوله، بص انا بصراحه بقى نسيت احط صوره الست فيرجينيا مع الجوابات اللي انا حطيتها. هات سنه الصوره دي، هات الصوره دي. هي دي فيرجينيا؟ ايوه هي دي، دي صورتها من 10 سنين ايام ما كانت هنا في مصر من 10 سنين يا دوله. تلاقيها كبرت بقى. سلام عليكم رمزي. نعم. عايزك تسبقني على البازار. انت يا رمزي، انت اللي كنت بتبعت الدباديب والجوابات دي كلها، ده انا كنت هطلق بسببك. هتستهبل يالا، يخرب بيت عقلك، مين اللي خلاك تبعت الدباديب دي؟ ياض ولا هتعمل لي فيها اخرس؟ مين اللي كان بيخليك تبعت الدباديب؟ كله ناحية واحدة يا غبي مرة كده. ولا قول لي مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ برضه مصر على الانكار. ماشي، عشان ما يبقالكش حجة، قول لي بقى مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ انا شلت لك اللزق، خلاص تعرف تتكلم عادي، اتكلم. عطشان. عطشان دي اول كلمه تنطقها عطشان؟ حاضر يا سيدي. عطشان يا دوله، ادي الميه اهي، مش هشربك الا لما تقول لي مين اللي كان بيبعت. فيرجينيا بتاعت البرازيل يا دوله. فيرجينيا بتاعت البرازيل، وما قلتليش ليه كده من الاول؟ اصل هي كانت موصيه، ما اقولكش. وانت رحت سامع الوصيه؟ حلوه قوي. الجوابات اللي كانت بتيجي مع الدباديب كانت مكتوبة بالعربي، أكيد مش فيرجينيا هي اللي كاتباها. مين اللي كتب الجوابات؟ أنا يا دولة. يعني مش هتقول لي مين اللي كتب الجوابات؟ أنا يا دولة. وسر برضو على الإنكار، مين اللي كتب الجوابات؟ أنا. غبي برضو مصر، برضو مصر. انت حمر مش هتشرب، هسيبك هنا اهو كده، هو مربوط في الشجرة لغاية ما تموت. مين اللي كتب الجوابات؟ معرفش. ما تقول كده من الاول، مين اللي ما كتبها؟ معرفش. ثلاثة معرفش، يعني انت اللي كتبت الجوابات. ولا مين؟ مش عارف. بعد ما ضيعت زهرة شبابي في التعليم والتدريس، خرجت من تحت ايدي مهندسين وظباط وصنايعية وفواعلية، مش هين عليهم يمدوني ولا حتى سنة. هي بتقول ايه؟ الظاهر والله اعلم انها بتشتم. بتشتي؟ يا لهوي، قفلوا الشبابيك. مع ان ابلة محاسب بقى بتاعت الاقتصاد المنزلي مدولها سنتين، وانا كنت طمعانه في 6 شهور، مرضوش يدوهاني. اشمعني قبل ما حاسين؟ عشان مربط اليوسفندي واللارنج؟ هي بتقول ايه؟ الظاهر انها بتدور على سفنج. ايه
اللي وقع ده؟ يا اختي والله نظري ما هو جايب. ايه يا بابا ده؟ انا مش قلت لك تبقى تقول لي عشان اجي اسندك؟ ما دام قالت بابا يبقى عادل ابني. اللي وقعت يا حبيبي؟ ماما دي تبقى رانيا. اللي وقعت يا حبيبتي؟ هي المشكله السلمه المكسوره دي، انا قلت لكم 100 مره صلحوا السلمه، انتوا ما تسمعوش كلامي ليه؟ سلمه ايه يا خلل؟ سلمه ايه يا خلل؟ انت مش عارف كمان انت فين؟ ايوه السلمه هي بتاع كل يوم اللي بقع فيها دي. هيقول لي السلمه تاني؟ يعني انت دلوقتي على السلم عند مدخل العماره يعني؟ طب ايه دنو السلم؟ يا سلام يا لطيفه، لطيفه جدا يعني. وانت يا ياسمينه ما روحتيش الجامعه النهارده ليه امال؟ ايه يا بابا انا اتخرجت واخدت حقبتين في علم النفس البروسكولوجي. يعني اتخرجتي، طب ما اشتغلتيش ليه امال؟ نظرا للماركتنج البشري المتعطل اللي وصل لتلاتة بهلليون نسمة، مفيش فرص عمل. يا نهار ابيض، بقينا تلاتة بهلليون، ده ميدان التحليل محدش يعرف يمشي فيه. بكره والله كل ده من الاستنساخ، ده احنا بكره ممكن نبقى تهرلينيون. لا يا بابا، ايه كل فيمتو ثانيه في مولود بشري جديد بيتولد. كل فيمتو ثانيه ما شاء الله، بقيتي تفتي في كل حاجه زي امك كمان. المهم يا بابا، هيثم جاي النهارده عشان يقرا معاك الفاتحه. يقرا معايا الفاتحه ليه؟ ما بيعرفش يقراها لوحده ولا ايه؟ يا عادل، الزفت اللي اسمه رمزي ما جابش الجاتوه والتورت لحد دلوقتي. ايه ده؟ انت قلت لعم رمزي؟ يا دي النيله. بقول لك ايه يا بابا، انا بصراحه بقى خايفه العريس يشوفه، من الاخر انا خايفه يعرنا. ومن ناحيه هيعرنا فهو اكيد هيعرنا. بس هنعمل ايه بقى يا ياسمين يا بنتي؟ اهو ابن عمي من 45 سنه نفسي امشيه، كل سنه اقول امشيه السنه الجايه وما بعرفش. عموما انا هتصرف، ما تقلقيش يا ياسمين. انا هقوم بقى ايه؟ اخد الدش الالكتروني بتاعي والبس هدومي واروح على الهرم. حاج دولا حبيبي، خش انت فيك نفس، خش. كنت هتقفل وتمشي. خش. لا انا هو في اي حته حد ياخد منه الجاتوه عشان ما يضربوش كله. مين ده يا اختي؟ ده تلاقيه العريس بتاع بيت ياسمين. بسم الله ما شاء الله، طول بعرض. زين ما اخترت يا ياسمين، البت طالعه ذوقها كده حلو زي ستها. انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا منير؟ اصل المنطاط عطل في الهوا، نزلنا بقى الباراشوتات انا والحاج دولا. فقري طول عمرك وملكش حظ يا رمزي. رمزي اسم العريس على اسم ابن عم ابوها. اسم مش ان بقى الاوان يا نقنق، يعني احنا عايزين نبقى ختامها مسك. وبصراحة كده يعني من الآخر أنا نفسي يعني آخر 3 أشهر في حياتك إن شاء الله. في حياتك؟ أنت هتفضل لطخ كده لحد إمتى؟ ده أنا كنت عيلة نونو كده برضع وأنت شحت كده بتروح المدرسة. حياتك إيه؟ بهزر يا نونو بقى. قولي، جهزت نفسك؟ جبت كل الأجهزة الكهربائية ولا لسه جخل زي ما أنت؟ جخل من مجاميعه يا نقنق، يعني شوفي بقى، بوتاجاز 2 شعلة مسطح وتلفزيون ملون يا نقنق 14 بوصة وتلاجة ديك فريزر يعني، وكارتلهم في المخزن ومستنيين سيدة البازار. ليه وانا هخش في البازار؟ ما تلمي بنتك يا انعام، دي عايزه تلطش عريش البيت، عايزه تعنشها زيها. مع كده من سكتي انكشح. انا اتطلقت. مجيده يا مجيده، سامعه يا اختي ولا مش سامعه؟ بنتك اتطلقت. يا لهوي يا انعام، ابنك طلق بنتي. يا لهوي يا لهوي. تستاهل القدرة، كويس مستحمله لحد كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلي يا اختي، اتفضلي انت والاربعه اللي معاكي باللي في بطنك، انضمي للمنتخب القومي، اتفضلي.
يا اخويا الكشر تبكى يعني قاعده معانا على قلبنا مش هتتحركي. كبرت يا ياسمين وبقيت عروسه ما شاء الله. بس ايه ده، انت لا شبهي ولا شبه امك. عارفه انت شبه مين؟ مين؟ شبه جدك الله يرحمه. اه العرق يمد لسبع جد يا بابا، وكله في الجينات، علم الاجنة بيقول كده. وانا صحيح كان نفسي في ولد يشيل اسمي في الرقم القومي بتاعه، بس يلا بقى، وكان هيعمل لي برضو اللي انا نفسي اعمله ومعرفتش اعمله في حياتي. يعني كان هيعمل ايه زيادة يعني يا سي بابا؟ على الاقل كان رفض لي رمزي. بس يلا، انت عندي يا ياسمين بالدنيا كلها. ما تقلقش يا بابا على اسمك، ليك عليا. اول مولود هخلفه هسميه عيد. ايه ده ايه ده ايه ده، اول مولود وبس؟ لا، وتاني مولود كمان زياده في التاكيد. ايه ده، يعني انت موافق يا بابا؟ بس اهم حاجه بقى، في شويه نصايح ما قبل الجواز. اه تقصد كتالوج الجواز. عموما اول نصيحه بقولها لك بقى يا ياسمين يا بنتي، اوعي في يوم من الايام تفكري انك ترجعي البيت ده تاني. طبعا يا بابا، الست ملهاش الا بيتها. مش دي النظرية، قصدي انت لو رجعت البيت ده تاني، الأوضة بتاعتك أنا هحولها لصالون أدبي، وده أحد أحلامي يعني. ما تخافش يا بابا، أنا أصلاً ما صدقت أخرج من هنا، فاستحالة هرجع. ماشي. ثانياً، وأنت بتوضبي بقى الديكورات بتاعت بيتك، حاولي تراعي إن يبقى فيه أوضة فاضية دايماً. إيه ده ليه يعني يا بابا؟ عشان أمك لو اتطلقت يعني، وده وضع طبيعي، لأن صراحة استحملتها كتير قوي، بعدين هي عاملة لي فلحوسة الوحيدة اللي ما اتطلقتش، كل اللي في البيت اتطلقوا. بس هي ما عملتش حاجة يعني يا بابا. يا سلام، وهم الباقيين كانوا عملوا حاجة؟ ده كاس كاس يا ياسمين يا بنتي، وداير على الناس كلها عادي يعني. ثالثاً بقى، وده مهم قوي، انت طبعا هتخلفي ولد، انا متاكد انك هتخلفي ولد. الولد اللي انت هتخلفيه ده بقى يتربى مع جده يا ياسمين. ايه ده ليه يعني يا بابا؟ من فضلك يعني اديني فرصتي ان انا اربي ابني بنفسي. فرصتك ايه؟ ما انا اديتك فرصتك ان جيتي للدنيا اصلا يعني، وبعدين اديتك فرصتك وربيتك وعلمتك واكلتك وشربتك لغايه ما النهارده هتتجوزي اهو. خلاص، هاتي لي الولد انا ربيه ويحقق معايا كل الأحلام اللي كان نفسي أحققها. اتنين جوافة جيلاتينيه وزبق قليل وإزازة مية أبار معقمة. في أكسجين بنكهة الكباب والكفتة. حابة تضربوا اتنين في السريع؟ لا لا، أنا عاملة دايت. ميرسي. أوكي. ياسمين. أنا مش هقدر أجيب بابا النهاردة. وبعدين أجيبه منين؟ ده انا اساسا ما شفتوش من وانا في سته احادي. ايه ده، انت كنت في سته احادي؟ امال، ده انا كنت من الدفعه المزدوجه. انا اعجابي بيك بيزيد يوم بعد يوم. المهم اعجاب باباكي. هنعمل له ايه ده؟ بقول لك ايه، ايه ما تيجي نغب ونعمل هيدن ونضرب ايميلين عرفي بالسريع. هيثم، بقول لك ايه، احنا لازم نضحي شويه عشان قصه حبنا التقدميه. التقدميه؟ ايوه. خلاص، نعمل ديل مع بابا على الساتلايت ونحدد معاه ميعاد. يا واد، انت في مدرسه ايه؟ انا بشبه عليك، انا شفتك قبل كده. الهاي كونكلوجيني سكول يا طنط. اه عارفاها، مش دي تجريبي؟ وماله لما يجرب يا اختي. الحياه يا حبيبتي كلها تجاره. شوف يا ابن، انا عايزه اعرف ايه حدود العلاقه اللي بينكم، لاني اخشى كأم يعني من العلاقه اللي بينكم. شفتيني ياسمين يا طنط، اخلاقها. انت عرفت اخلاقها دي منين؟ لما جيت الشهر اللي فات يا عمي علشان اقرا عداد الطاقه الذريه، هي اللي فتحت لي الباب. الا قول لي يا اخويا، احنا جبنا كام الشهر اللي فات؟ مش فاكر بالظبط، بس حوالي 25 في زوايط. 25 في زوايط يا حراميه، يبقى انتوا اكيد برضو ضفتوا الزباله على الطاقه الذريه. انا مش دافع. وشيلوا بقى العداد بتاع اليورانيوم من بير السن. حبيبي، هو ذنبه ايه؟ الراجل ما بيعملش حاجه غير انه قارئ بيجي يقرا العداد ويسجله ويلفلفهم بيه. طلعت الزباله النهارده؟ هو مين اللي طلعها امبارح؟ انا. يبقى الدور عليك النهارده يا حبيبتي. لما فتحت لي الباب
خرج من عينيها شعاع لخبط الدنيا جوايا وخلط بين الخجل والطاقه الدينماتيكيه. قلت خلاص هي دي الاوزي اللي ممكن اكمل معاها حياتي. اوزي؟ طب يا حاج دولا مدام دبحين اوزي ما عايزين اوزي ايه؟ بس يلا يا حاج بس. مهم كمل كلامك يا ابني. بعد كده ايه هتاخد معاك الاوزي دي تلف معاك تقرا العدادات؟ المهم يا عمي انا بمدلك ايدي وطالب منك القرب في ياسمين. يلا يا جماعه نقرا الفاتحه. تقرا الفاتحه على رجلي؟ ما تقوم يا امين. الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. الف مبروك يا حاج دولا. الف مبروك على ايه؟ بس يلا يا حاج رمزي. بس يلا يا حاج رمزي والنبي. فتحة اللي هتقراها يا ابني انا مش هينفع اقرا الفاتحه معاك، لازم حد كبير اقدر اتفاهم معاه. فين اهلك؟ اهلي؟ ومال اهلي بحاجه زي كده؟ ومال اهلك ازاي؟ ما انا لازم حد اتفاهم معاه في تفاصيل الجواز. تفاصيل الجواز انا بعتها لحضرتك على الايميل، وبابا هيبقى ينزلها ان تاتش مع الكمبيوتر، يعني يبقى رد على بعض بقى في الماسنجر. ماسنجر ايه اللي هنرد على بعض؟ وانتوا يا ابني بتتكلموا في ايه؟ ايميلات ايه وبتاع؟ ايه الزمن الغريب اللي احنا فيه ده؟ فين ايام زماننا وايام زمن بقى الفن الجميل والاستاذ تامر حسني؟ ايوه الاستاذ سعد الصغير كبر ما شاء الله دلوقتي. ايه الزمن الاخبر ده يا عمي؟ يا عمي الدنيا اتقدمت، ده خلاص الناس طلعت زحل. ده انت اللي ليلتك زحل. بص لاما اهلك يجوا ينهوا ويطلبوها بنفسهم، لاما مفيش جواز والجاتوه ده يتشال يتحط في التلاجة لغايه ما يجي ابوه. يا حاج دولا طب يعني افرض ابوه اتاخر، يعني هفضل جعان كده؟ نورتنا يا حاج شربيني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك انت وصلت بعد دقيقة وربع من ساعة ما بنتكلمك، اتأخرت علينا قوي يعني، لكن عموما احنا ندخل بقى في التفاصيل عشان نختصر الوقت. اتفضل يا سيدي ادخل براحتك. انت هتخوفني ولا ايه يا استاذ عادل؟ احنا طبعا ناس ما يهمناش الماديات بالمرة طبعا يعني، لكن كنت عايز اعرف يا ابني يا هيثم انت مرتبك كام بالظبط؟ انت بتحرجني يا عمي والله. انا يا عمي مرتبي يعني انت عارف ان انا لسه بادئ حياتي يعني. قول قول. اخلص اخلص عمي. انا باخد 100,000 جنيه في الشهر. ايه 100,000 جنيه بشعرك ده؟ نعمل بيهم ايه 100,000 جنيه؟ انت تاخد البنات كده وبتوع الناس، بنات الناس تمرمطهم معاك. يا بابا دي حياتنا يعني، ولازم نبدا في الاول واحنا تعبانين. ايوه يا بنتي ما احنا برضو عايزين مصلحتك. وانت فكري ان احنا قصدنا نضايقكم ولا نضركم؟ بالعكس يا بنتي بالعكس. لكن شوفي دلوقتي كيلو السكر بقى ب2000 جنيه، ازازة الزيت الزئبقي اللي ما بتقعدش على نص طبق سلطة ب5,000 جنيه، تعملوا ايه؟ يا استاذ عادل يا استاذ عادل ما تدقش في الحكاية دي، ما حدش بيبات من غير عشاء يا استاذ. ايوه ما بيباتش من غير عشاء، بس مش معقولة كمان الغدا والفطار هيعملوا فيهم ايه؟ هيتقضوها يعني وجبة واحدة في اليوم؟ دي نفس الدقة يا استاذ، برضو شوف لك دقة تانية. والله ممكن يعملوا ميزانية مجدولة ويمشوا على اينونتها. بعدين يا عمي انا مقدم على شغل يعني بعد الظهر في مفاعل نووي جنبنا هنا في الطلبية. مش المفاعل النووي بتاع الطلبية اللي بيعمل حلاوة المولد ده؟ ايوه. طب ما يا ابني ده موسمي يعني بيشتغل شهر، و11 شهر ما بيشتغلش. احنا نتكلم في المفيد بقى، هتجهزوا ايه يا استاذ عادل؟ والله حضرتك يعني معروف ان الاجهزه الالكترونيه كلها بتبقى على العريس، يعني عندك مثلا بوتاجاز 2 عين طاقه شمسيه على العريس دي معروفه، وبرضك الغساله اللي هي بتبقى بتقرش وبتمرش وبتلبس وبتنظف دي كلها برضك على العريس ولا ايه يعني؟ وكمان معروف برضك ان على العريس الساتلايت. ايه يا حاج دولا لازمته ايه الساتلايت؟ احنا ممكن نشد لهم وصل الدش من على اول الشارع. بس يلا يا حاج رمزي خليك انت في الجاتوه ده عشان يا رب يجيب لك سكر. عشان خاطر هيثم ماشي. وعايزين مروحه طائره تحت السيطره في كل. انا عايزه سلوبيت. مش انا بقى انا عايزه ايبود. وانا عايز موبايل. بص يا ابني احنا اهم حاجه عندنا مكنه تقشير الكمثرى. هي دي بقى الشعرايه اللي قطمت ظهر الخروف. انت كده عايز تبوظ الجوازه يا استاذ عادل.
ابوظ الجوازه ايه؟ معروف ان ما كان التأشير الكمترة بتبقى على الخروف على العريس يعني معروفه يعني. لا يا عمي عمي انا ما اسمحلكش لو سمحت كده اوفر دوز موز عليا. علشان خاطر عيون ياسمين انا هجيب مكنه تفصيص الطوب. اه ليه؟ هو انت ما كنتش عايز تجيب كمان مكنه تفصيص الطوب؟ يا ابني ده مكنه تفصيص الطوب والمقشره الليزر والمقشره الـ LED على العريس طول عمرنا عارفين. يا ماما يا ماما ممكن نجيب الحاجات دي بعد الجواز حاجه في حاجه يعني. يا بنتي انت مش عارفه مصلحتك يعني هتاكلي الكمتره بقشرها معدتك يوم ولا اتنين وهتبوظ. يا عمي يا عمي احنا شباب زي الفل ولسه في صحتنا ومعدتنا تقدر تهضم اي قشر. انا بقول يعني لو لو هو عنده شقه نشيل احنا. لو عنده شقه انت شايفه كده. طب بص يا ابني بالنسبه للشقه بقى انا مش عايزك تاخد شقه في برج خرساني من بعد الزلزال بتاع 2022 الواحد بقى يخاف من التوابع. لازم العماره تبقى على كبال وعلى باكر. ها صراحه يا عمي انا ما عنديش شقه. ايه ما عندكش شقه يا اخوانا؟ حلمكم على الولد مش كده؟ حلمنا ايه يا عم بالسيجار بتاعك ده؟ بيقول لك ما عندوش شقه. يا عمي يا عمي اسمعني بس انا يعني انا شايف ان الشقه هنا جميله وواسعه وبرحه فقلت يعني هسكن معاكم. تسكن معانا؟ ده انت كمان جايبه لنا عريس اعمى شايف لك الشقه واسعه وانت ما حوشتش فلوس ولا ايه؟ يا عمي حوشت بس كل حيلتي يعني 4 مليون جنيه يعملوا ايه يعني؟ ايه 4 مليون جنيه؟ هبدايه يعني يا بابا. بدايه ايه وهباب ايه؟ ده دلوقتي اقل شقه 4 متر دلوقتي في العشوائيات الذكيه ب 20 مليون جنيه على الاقل. يا بابا انت ممكن بس تستحملونا شويه لحد ما انا اعمل جمعيه مع ام ميرفت ب 250 الف جنيه في الشهر، ويعني انا هجيب يعني اوضه كده كاوتش من اللي بتتنفخ دي، ولما نبقى نصحى من النوم نبقى نهويها. تهوها؟ وافق يا عادل. ما متوافق يا عادل؟ يا عادل وافق يا عادل. بابا وافق يا عادل. عادل وافق بقى. مش موافق. عادل في ايه يا عادل؟ يا كابوس كابوس فظيع يا رانيا. خير اللهم اجعله خير. بقولك ايه، انسي الطقم البايركس الحراري ده خالص، رجعيه لو سمحتي ودخلي ياسمين بجمعيه ب 2 جنيه في الشهر. طقم البايركس ده مش هيبقى له اي لازمه في المستقبل. دمعت ايه يا عادل؟ حرام علينا نلقي على عاتق البنت مسؤوليات اكبر من حجمها. اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه، انا اضرب مصلحتها وما تخليهاش تفتح الباب لاي حد بيقرا عدادات وخصوصا عدادات اليورانيوم. انا بقولك اهو. يورانيوم ايه على الصبح يا عادل اللخبطه اللي انت بتلخبطها؟ اسمعي الكلام اللي انا بقوله لك ياسمين، اوعي تفتح الباب لاي حد. مالكيش دعوه بابا. يعني ايه مالهاش دعوه بيا؟ انا بقولها عشان مصلحتها وانا بقولها عشان اغلس عليها يعني؟ هي مش شومه اللي انت بتقوله اصلا يا عادل. ما دام انت فاهمه لازم تفهميها، انت امها، اوعي تفتح الباب وخصوصا لاي حد بتاع عدادات.